مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون أو مواد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وده بشكل نهائي، أو القانون يعني اللي بنسميه أو الناس بتسميه قانون أوبر وكريم باعتبارهم يعني أبرز الشركات اللي شغالة في المجال ده. مشروع القانون بيتكون من 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة أخرى، وبيلزم القانون الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأنها توفق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، اللي هو تاريخ تقريبا نشره في الجريدة الرسمية. تعالوا نشوف أهم نقاط المشروع لأنه كان فيه أكتر من نقطة جدلية ونرجع نفتح النقاش حواليه. خلونا نرحب بضيفنا اللي انضم الينا في الاستوديو، الاستاذ احمد سميح مدير مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضه العنف. استاذ احمد اهلا بيك معانا في بتوقيت مصر، دايما منورنا. ربنا يخليك. ازيك تامر؟ ولندن يعني مستقبلنا بشمس ولا شمس القاهره. ترحيبا. انا استمريت. يعني خلينا نبدا مع المشروع لانه مشروع يعني خد جدل كبير الفتره اللي فاتت. كان في ناس في غضب من جانب سائقي النقل اللي هو النقل التقليدي، التاكسي الابيض والاسود او التاكسي الابيض، في مخاوف من الناس خصوصا من المواد اللي قد تنتهك حريه الافراد في التنقل، عشان كده القانون خد جدل كبير. شفت ازاي الجدل ده؟ هاخد منك الاجابه، بس خلينا في البدايه نروح للواء عماد محروس عضو لجنه النقل والمواصلات في مجلس النواب. برحب بيك سياده النائب. النائب اللواء عماد محروس. الو، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك سياده النائب. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني هل باقرار المشروع القانون او قانون تنظيم عمل اوبر وكريم في مصر خلاص الجدل حوالين هذا الامر انتهى، والمخاوف اللي كان بيبديها اعضاء او سائق التاكسي الابيض انتهت، مش هنشوف مشاكل تاني الاوبر وكريم في مصر؟ لا بص يا فندم، هو يعني بدايه هو القانون ما اسموش قانون اوبر وكريم، هو قانون تنظيم خدمات نقل الركاب بتكنولوجيا المعلومات. كويس. يعني هذا القانون خاص باي شركه ممكن تيجي تعمل بجانب اوبر وكريم. يعني اوبر وكريم طبعا احنا قلنا العنوان الرئيسي كده، لكن يعني الناس درجه ان هي تستخدم قانون اوبر وكريم باعتباره من الاشهر. يعني انا مش شايف البرنامج، يعني كلمني. انا مش شايف البرنامج، تمام، فما اعرفش ايه اللي كان في الحوار مع سيادتك. يعني هم طلبوني حالا دلوقتي ودخلوني على طول مع حضرتك. يعني تمام. فأي استفسارات فيه انا تحت امرك. يعني سائقي التاكسي الابيض كانوا بيتكلموا على فكره ان هم بيدفعوا ضرائب، وسواقين اوبر وكريم ما بيدفعوش ضرائب، كانوا بيتكلموا عن انهم بيدفعوا رسوم ترخيص بيعفى منها اوبر وكريم باعتبارهم سيارات خاصه. هل هذه الاعباء الاضافيه، اعباء الضرائب، اعباء الترخيص، بقى في حاجات بتنظم هذا الامر؟ هو زي ما حضرتك عارف النهارده، طبعا عارف ان اوبر وكريم بيشتغلوا في مصر بقالهم سنين، وبيشتغلوا في كافة أنحاء كل الدول العربية. كويس. وتقريبا إحنا يعني مصر رقم واحد النهاردة، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط هي بتعمل قانون خاص بهذه الخدمة. يعني أوبر وكريم شغال في الدول العربية كلها من غير قانون، شغال بتعليمات وتوجيهات من غير قانون. كويس. فبالنسبة للشركات دي هتدفع ضرائب الدولة حد اقصى 50 مليون جنيه في الخمس سنين، لمده خمس سنين كاملين، طبقا لكل شركه وعدد السيارات اللي هتعمل من خلال هذه المنظومه الخاصه بالشركه. وزائد ان النهارده كل سياره هتعمل في هذه المنظومه
هيدفع زياده في الضرائب الخاصه بالمرور اللي بيدفعها عنده تجديد السياره، هيدفع 25% من قيمه الضريبه دي هيدفعها زياده عشان نقدر نسويه بالضريبه اللي هي بتاعه السيارات التاكسي او السيارات التاكسي الابيض او التاكسي الاوبرا. فالنهارده احنا بنحاول ان احنا بنعمل مساواه من حيث الاعباء اللي بتقع على عاتق السياره التاكسي يتحملها في المقابل السائق او المالك بتاع السياره الملاكي اللي هتعمل في هذه المنظومه. طيب سيادة اللواء، يمكن في برضو استفسار مهم هنا، لانه التاكسي الابيض خلاص هو بيترخص تاكسي ابيض، معروف انه من اول ما بدا هو هيشتغل في التاكسي. الاوبر خدمه ممكن تكون متحركه اكتر، يعني مش 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 خدمه ثابته، ممكن انا الشهر ده معاه اقرر ان انا انهي التعاقد في اي وقت. طيب انا لو دفعت الضرائب بتاعت سنه كامله وبعد ما اشتغلت شهرين لقيت ان الموضوع مش هيكون كافي فقررت ما اكملش، هل اتعالج هذا الامر؟ لا بص يا فندم، الشركه دلوقتي هتعمل طبقا لقوانين الدوله، مش هتعمل طبقا لاهواها، هي هتعمل من خلال قانون. كويس؟ فالنهارده القوانين كلها يعني لو في اي تجني من الشركه على اي عربيه ملاكي من دول من اللي بيشتغلوا، اعتقد ان هو هيبقى معاه القانون ان هو يقدر يطالب بحقه. لكن احنا اللي بتقوله عليه حضرتك ده اللي كان موجود قبل ما يبقى في قانون، ان النهارده الشركه تشغل اللي يعجبها واللي ما عجبهاش. لا، في لائحه خاصه بالشركه، في لائحه تنفيذيه هتصدر، القانون ده هيصدر عليه لائحه تنفيذيه من الحكومه. اللائحه التنفيذيه دي اللي هتضع الحقوق الخاصه بالشركه وفي مواجهه الحقوق الخاصه بمالك هذه السيارات، وهي اللي هتحكم العلاقه ما بين الشركه وما بين قائد السياره او مالك السياره. بحيث اللي ده يقدر يظلم ده ولا ده يقدر يظلم ده، هيبقى في مواد خاصه في اللائحه هي اللي هتحكم هذه العلاقه وتضمن حقوق الطرفين. طيب يعني خلينا نروح بقى للنقطه الاكثر اثاره للجدل من اول ما اتطرح الكلام عن الموضوع، هي الماده 9 اللي بتتكلم عن تعاون هذه الشركات مع الاجهزه الامنيه، واللي الناس شافوها فيها انتهاك لحريه التنقل المكفوله بحكم الدستور، خصوصا انه الصيغه النهائيه اللي تم بها الاقرار ممكن تكون مطاطه شويه مع عدم الاخلال بالحريات الخاصه، يعني ممكن ما تكونش الصيغه ممسوكه اكتر، يعني ليه ما تمش الاعتماد على اذن من النيابه بشكل اكثر وضوحا، يعني تكون اجراءات اكثر وضوحا. بص يا فندم، خلينا نبقى واقعيين شويه. النهارده الشركات دي كلها شركات، ممكن تكون شركات محليه وممكن تكون شركات اجنبيه، تمام؟ يعني مستثمر اجنبي او مستثمر محلي. لما يبقى هو عنده داتا بمعلومات كامله عن العملاء بتوعه، لابد ان انا احكمه بقانون ان مش من حق اي حد ان هو يطلع على هذه البيانات غير الدوله نفسها، الدوله المصريه اللي احنا عايشين فيها النهارده. ده موضوع امن قومي، انا مش بنتهك حريات. يعني هي احنا شايفين ان هي ما فيهاش اي نوع من بس ده لن يمنع ان الشركه عندها البيانات فعلا، يعني هي المضاف لموضوع ان الدوله ايضا هتحصل على نسخه، لكن الاصل ان هي برضو متاحه عندها، فانا ما غيرتش حاجه في هذا الامر. هي متاحه عندها، فما بالك بقى ان هي متاحه عندها، يعني ما بالك ان هي تبقى المعلومات بتاعتنا احنا متاحه عند هذه الشركات ومش متاحه عند اجهزه الدوله. يعني طبعا عمليه، يعني عمليه صعبه، يعني تبقى متاحه في الشركات ومش متاحه عند اجهزه الدوله. يعني اعتقد مين هيخاف ان هو تبقى بياناته عند اجهزه الدوله؟ طب ما احنا بياناتنا كلها عند اجهزه اي دوله احنا عايشين فيها، سواء في مصر، سواء في امريكا، سواء في اوروبا، سواء عند حضرتك، بيانات كلها موجوده عند الاجهزه الامنيه اللي موجوده في الدوله. ده بيانات الشخصية ولا التنقل وحدوده؟ لأن ده زي ما قلت حاجة موجود أصلا، إنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة، لأن ده جزء من حرمة الحياة الخاصة المكفول أيضا في الدستور، هو ده اللي كان مطار القلق. يعني تمام. بس ده مش هيبقى سبب إن أنا الحرية الشخصية في التنقل من الأشخاص الطبيعيين، الأشخاص العاديين اللي زي واللي زي حضرتك. لكن لما يبقى في اشخاص ثانيه مطلوب متابعتها ومطلوب مراقبتها في قضايا خاصه بتجسس او قضايا خاصه بالامن القومي، لا لابد ان انا كدوله اكون متابعها. بالظبط، ما هو ده ما فيش خلاف عليه طبعا، لكن الخلاف بس ان الصيغه كانت محتاجه تكون محدده اكتر، او يكون في اجراء محدد اكتر في صياغه القانون، يعني عشان التنفيذ ما يكونش وفقا لاي اهواء. يعني بص حضرتك، انت عارف ان الحاجات دي كلها دايما بتبقى
كل موضوع بيبقى موضوع خلافي، يعني ما بتلاقيش اجماع على اي حاجه النهارده في التاريخ. يعني بتلاقي في رايين، في راي مؤيد للكلام اللي بقول حضرتك دوت، وفي راي معارض زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي، في راي معارض اللي انا بقوله. صحيح. انما الاغلبيه بتؤيد اللي انا بقوله لحضرتك دوت، وان لو ما كانش الاغلبيه بتؤيد اللي انا بقوله لحضرتك دوت ما كانش هيصدر القانون وما كانش هيتم الموافقه على ذمه. تمام، وضحت. انا بشكرك شكرا جزيلا اللواء انما في الاخر هي وجهه نظر. تمام، بشكرك شكرا جزيلا اللواء عماد محروس، عضو لجنه النقل والمواصلات في مجلس النواب، شكرا جزيلا. استاذ احمد، يعني هو السؤال اللي كنت بسألك قبل الفاصل هو اللي اتكلمت فيه حتى مع سيادة اللواء، الجزء المتعلق بحرمة الحياة الخاصة واحترامها. هو اللواء عماد محروس راجل واقعي خالص، ويعني تحدث بأريحية كبيرة وبوضوح شديد، بداية من انه الشركتين كانت بتشتغل بالأوامر والتعليمات بدون قانون، ودي من عضو أغلبية في البرلمان دي في حد ذاتها توضح شكل العلاقات بتاعت العمل جوه الدوله بالدوله المصريه. ده متعلق برضو بكل الدول العربيه او كل، انا مش دعوه بالدول العربيه، انا بتكلم عن مصر. لكن هو انه في شركه بقى لها 5 سنين بتشتغل بالامر والتعليمات دي، يعني بتوضح بوضوح طريقه العمل ماشيه ازاي، وهو بيتكلم برضو في الجزء الخاص بتطبيق قوانين الدوله. دي الجزء المفصلي الاساسي. طبعا هو الفكره اللي طرحها سياده اللواء المتعلقه ب او فكره اصلا يعني التوصل او الحصول على بيانات المستخدمين من خلال شركات دوليه، هي في النهايه الشركه الدوليه دي بتخش تاخد البيانات دي من خلال موبايل ابلكيشن. الموبايل ابلكيشن ده بدون مقدمين الخدمات شركات الاتصالات المصريه اللي الاجهزه الامنيه بتاخد منها كل الداتا اللي هي عايزاها ما بتشتغلش اصلا. يعني انت ممكن تجيب الموبايل ابلكيشن، يعني تقصد ان هي واخده بيانات متاحه اصلا لكل فانا الشركات. انا رايي انه يعني المناقشه دي هو اللي بيحمل البيانات وبيوصلها للسيرفر بتاع الشركه الدوليه، هي شركه اتصالات مصريه متعاونه تعاون كامل مع الاجهزه الامنيه وخاضعه لها بشكل كبير. وحتى طب ليه كان في اهتمام بقى ان انا اخد من الشركه نفسها اذا كنت اقدر اخد من اصل تاني؟ هقول الجزء ده بس خليني اقول لك كمان ان التعاقدات ما بين المواطن المصري وشركات الاتصالات المصريه هي تعاقدات اذعان. يعني كل ما تريد ان تفعله الشركه انت موافق عليه بمجرد ما نضيف العقد ابو 10 جنيه ده بتاع الشريحه. فهو شكل العلاقه اصلا مختلفة ومختلة من الاول فيما يخص بياناتك الشخصيه وفيما يخص بتستخدم التليفون في ايه، ومختل لصالح الدولة لصالح الأجهزة الأمنية في اللحظة دي. الجزء اللي انت بتتكلم عنه هو الجزء المتعلق بالخصوصية، وهو قايم على فكرة انا من حق مين في الدولة يعرف انا كنت بروح فين. وسيادة اللواء بيتكلم انه الدولة من حقها تعرف. مفيش دولة في الدنيا مش من حقها تعرف، بس كل الدول في الدنيا بتعمل تقنين للحق في المعرفة. مين في الأجهزة بتاعت الدولة دي أنهي رتبة من حقها تعرف؟ هل ضابط وفي ظروف إيه؟ يعني لو الشخص هل ده هل ضابط ولا أمين شرطة من حقه يعرف زيه زي مدير جهاز أو قيادة أمنية كبيرة، والاتنين بيعرفوا من خلال أذون نيابة وأذون قضائية، ولا بيعرفوا بمجرد ان هو عنده علاقه بشخص جوه الهيئه المتعلقه بالاتصالات بتقول له والله الرقم ده تحرك من الشارع الفلاني للشارع العلاني. السؤال الاهم بقى على المستوى الامني، لو انت بتطارد جاسوس يعني مدرب او ناشط بيفهم شويه انترنت او شخص يعني قرا 3 أو 4 بوستات على الفيسبوك بيفهم لتأمين نفسه ازاي، هو اصلا مش هيستخدم الخدمه دي اساسا، او هيستخدمها باسم مستعار او هيضللك اصلا او هي يعني في 50,000 حاجه تتعمل لمواجهه يعني الفكره اللي هي تبدو مشكلتي الاساسيه انه الفكره بتبدو لها وجاهه اللي هي وجاهه الامن القومي، نحن نحافظ على امن المصريين، بينما في الواقع العملي يعني الكلام ده مش حقيقي. والكلام ده بيتم استخدامه فقط للتضييق على حياة المصريين مش لحمايته. ما هو ده بيكون القلق دايما، انك انت
الشعار البراق البدائي انه علشان اعمل كذا عشان احفظ هو الناس واحفظ الامن القومي. هو شعار براق واحد بقاله شغال معانا اربع سنين ومحدش عارف له ايه اوله ايه اخره ولا ايه هينتهي. لكن في مفارقه مهمه جدا 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 هنا، زي برضو سياده اللي هو ما قال، احنا عندنا نوعين من الشركات، شركات محليه او شركات ذات طبيعه جغرافيه اقليميه، وشركات ذات طبيعه جغرافيه عالميه. في حاجات هو هيقدر يعملها مع الشركه العربيه اللي هي كريم، وفي حاجات مش هيقدر يعملها مع الشركه الدوليه، لان الشركه الدوليه شكل تعاقدها معايا انا كمستخدم، صحيح، كمستخدم عادي بتحفظ لي حقوق اكتر. دي نقطه مهمه، انت هتقدر ازاي تخضع كل الشركات لمعايير واحده رغم اختلافها من شركه لتانيه، من دوله لتانيه، ليها دوله معينه. انا اقدر اوبر دي بما انها شركه عالميه، لو حسيت انه حقوقي وخصوصيتي انتهكت في مصر اقدر ارفع عليها قضيه في بلدها. هنشوف طبعا، يعني كل حاجه بتخضع للتجربه بقى، هنجرب وهنشوف بعد اقرار القانون وبعد تطبيق هذه المواد الموضوع هيرسى على ايه، وهنشوف اكيد. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قالت إن شهر إبريل شهد حوالي 50 احتجاج عمالي ومهني واجتماعي بالتوازي مع محاولات العمال لبناء تنظيماتهم المستقلة المعبرة عن إرادتهم ومصالحهم. يعني الجزء الأول احتجاجات تخص أوضاعهم المعيشية، أي شيء من هذا القبيل، والجزء الثاني متعلق بتنظيمهم للانتخابات المستقلة اللي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير، واللي دايما في خلاف بين القائمين على هذه التنظيمات وبين وزارة القوى العاملة اللي طول الوقت بتحاول تعرقل جهود النقابات دي في توفيق أوضاعها وفقا للقانون 213 لسنة 2017. تعالوا نشوف أهم ما رصدوا التقرير ونبدأ النقاش. زحمن 50 احتجاج عمالي في شهر واحد، احنا بنتكلم تقريبا في قرابه الاحتجاجين يوميا، فين دول؟ احنا ليه مش بنسمع عن اي حاجه تخص الاحتجاجات العماليه والاعتصامات والاضرابات اللي كانت هي البطل الرئيسي يمكن طول السنين اللي فاتت في الاخبار وفي الفضائيات وفي الجرايد؟ عشان طبيعه الاخبار والفضائيات والجرايد اتغيرت في مصر، طبيعه الملكيه بقت ملكيه لاجهزه امنيه تابعه للدوله، وبناء عليه ما يحدث داخل المجتمع المصري انت مش هتسمعه غير من خلال تقارير مؤسسات قويه وكبيره زي الشبكه العربيه. لازم من هنا حيج الاستاذ جمال عيد وكريم عبد الراضي وروضه احمد وكل الفريق القابض على الجمر والذي يعمل تحت الحصار الكامل ولسه بيطلع شغل عظيم ولسه قادر يعني يقول للمصريين الحقيقه. هي دي الوسائل البديله بقى اللي من خلالها بتقدر تعرف ايه اللي بيحصل حتى لو في كتير من التعتيم عليه. صحيح، بس كمان موقع الشبكه العربيه في مصر محجوب يعني زي كل المواقع. لكن في كل الاحوال هذه التقارير مفيده جدا جدا، حتى بمنطق تاريخي على فكره، يعني تقدر خلال تاريخي كمان تاريخي تقدر تعرف يعني البلد دي كان بيحصل فيها ايه في فترات زمنيه معينه وكان شكل اللي بيحصل ده ازاي. المهم جدا انه خلينا نتفق انه 50 احتجاج في شهر ما تعملش ثوره يعني. هو رقم قليل كمان مقارنه بشهور تانيه، يعني في ظروف تانيه احنا كنا بنوصل ل 300 400 احتجاج في الشهر. ده في انهي فتره زمنيه؟ يعني حتى لحد سنتين ثلاثه فاتوا. انا رايي انه ده مؤشر، لو انا في يعني ليا اي علاقه بالدوله دي انا اشوف ان ده مؤشر خطر جدا، مش العكس. انا مش يعني طبعا هتذهب اللواءات والقيادات وتقول ده، حتى جمال العيد والشبكه العربيه بتقول انه ما بقاش في احتجاجات عماليه.
لو في يعني حد يلتقط الفكره بشكل مختلف هيشوف انه ده معناه انه في لانه هو لو عايش في المجتمع زينا يعني هيبقى عارف كويس انه المجتمع مضغوط وانه 50 احتجاج في فتره زمنيه زي دي معناه ان الضغط تحت السطح بيزيد. طب ما ده بياخدنا برضو بقى للجزء الثاني من الموضوع، هل السبب في هذه القله في هذه يعني التراجع في الاحتجاجات العماليه ممكن يكون انه ما فيش تنظيمات نقابيه قويه ومستقله قادره تجمع العمال زي ما كان بيحصل الفتره اللي بعد الثوره في ظل التضييق؟ احنا بنتكلم ان وزاره القوى العامله عامله مشكله كبيره جدا مع النقابات المستقله اللي عايزه توافق اوضاعها. والله انا يعني بقيت عندي يعني طبعا انا شايف طبعا من حق المنظمات المستقله انها توافق اوضاعها وانها تبقى مستقله زي ما الدستور بيقول، ودي كانت واحده من المكتسبات الاساسيه لدستور 2014. لكن يعني في السبع سنين في حاجات كتير قوي مهمه جدا حصلت من غير تنظيمات ومن غير اشكال حركيه محدده ولا ليها راس ولا 25 يناير كلها على بعضها يعني حركه. بس ده ثبت ان ما بيكونش كويس، يعني لما بتكون دايما الاحتجاجات عفويه في لحظه ما يعني من غير ما يكون حد منظم وقوي واقف وراها وبيوجه يعني هذا الغضب مش دايما بتكون نتائج جيده يعني. يعني كل الحدات والحدين اللي منظمين بيخشوا السجن، فانا ايه المنطق ان انا يعني اظل اعتمد على نفس الطريقه في الهيكل مقابل انه الناس تخش السجن بلا ثمن حقيقي؟ العكس، خلي المساله عفويه والشعب يتكلم عن نفسه. قد في الثورة الفرنسية الشعب لما اتكلم عن نفسه يمكن عمل تغييرات تاريخية، الهياكل التنظيمية والنخب الثقافية والسياسية ما كانتش تقدر تعملها. طب احنا يعني نتكلم من ثلاث خمس ست ايام كان عيد العمال واحتفال عيد العمال وفتحنا الملف. العمال المصريين اوضاعهم سيئة جدا، وجزء منها زي ما قلنا انه ما عادش التظاهر والاعتصام والاضراب بيجيب نتيجة، او بين قوسين ما عادش مسموح به اصلا، بالاضافه ان هو عنده عنصر ضاغط جدا، ظروف معيشيه صعبه، مرتبات ثابته من فترات طويله. فالعمال المصريين اوضاعهم يعني شايفها ازاي؟ لا، والرئيس عبد الفتاح السيسي كمان في اليوم ده تحديدا قال لهم هتستحملوا معانا زياده على اعتبار يعني في بعض الناس سقفت له، بس كمان لو رجعت للفيديو في ناس ما سقفتش. الصادقين مع انفسهم ما سقفوش. يمكن كمان في ناس اكيد في البيوت اتخضت. لكن في كل الأحوال أنا رأيي إن إحنا نسيب الناس تعبر عن نفسها. الناس هتعبر عن نفسها، يعني أنا ما عنديش تصور كامل إزاي ده هيحصل، لكن أنا متأكد تماما إنه الناس استوعبت تجربة السبع سنين. لو قررت تستحمل هتستحمل، إحنا ما عندناش يد عليا على أحد، ولو قررت إنها تتكلم هتتكلم. وبرضه في اللحظه دي مش هيبقى لحد يد عليا على احد بالمناسبه، يعني لا نخب ثقافيه ولا جمعيات حقوقيه ولا سياسيين ولا احزاب معارضه او احزاب تابعة للحكومه ولا اعضاء برلمان ويمكن حتى ولا لواءات شرطه ولا جيش. طب احنا لما كنا بنتكلم على اوبر وكريم اتكلمنا على المنظومه التشريعيه اللي بتحكم العمال من يعمل في اي شيء. دايما احنا عندنا مشكله في النقطه دي انه دايما العامل في مصر هو الطرف الاضعف، سواء كان عامل في حكومة عامل في قطاع خاص، دايما العامل المصري أي صاحب عمل محتاج يستغنى عنه ما بيلاقيش أي صعوبة خالص إنه يقدر يعمل ده وياكل عليه حقوقه كمان. هل ده بيؤدي إن العمال يكونوا قلقانين جدا من إن هم ياخدوا خطوة تخص احتجاج أو رفض مثلا لأي شيء بيحصل؟ ما فيش منظومة تشريعية حقيقية بتحمي العمال في مصر؟ القانون 213 اللي انت اتكلمت عنه، وفي قانون تاني كمان بتحمي او يعني بيغطي طبقات تانية مهمة في المجتمع اللي هو القانون بتاع الخدمة المدنية المتعلق بالموظفين اللي هم عددهم في الحقيقة كبير ومرتباتهم مش بعيدة عن العمال يعني. القانونين دول في عليهم مآخذ كثيرة جدا جدا جدا، لكن الواقع العملي بيقول ان القوانين دي زي حاجات كتير في مصر ما عملتش التطوير أو حتى التحديث أو التغيير اللي الدولة كانت مستهدفة. عبد الفتاح السيسي لما جيب بقانون الخدمة المدنية كان في ناس كتير، كان في جدل حواليه، كان في ناس كتير متخيلة إنه ده بما في ذلك مؤيدينه يعني،
كانت متخيله انه ده هيبقى القانون الاساسي اللي ياخد المنظومه الاداريه التابعه للدوله المهترئه للامام. النتيجه انتهت الى في خلال 4 سنين انه الرئيس ابتدى يستبدل المنظومه الاداريه دي يحطها يضعها جانبا ويتعامل من خلال الاجهزه المختلفه للقوات المسلحه من اول توزيع العيش والخضار لغايه السمك والجمبري. رغم انه في 7 مليون موظف عندهم كل الاشكال الهيكليه والشركات و و و و و اللي مغطيه كل افرع واشكال الحياه في المجتمع المصري. لكن المشكله ان لا البرلمان ولا الدوله اللي هي الاجهزه التنفيذيه الحكومه يعني اللي بيرأسها عبد الفتاح السيسي او بيرأسها رئيس الوزراء في الحقيقه ما فيش حد فيهم واقعي مع نفسه. انا اتمنى لو كل الناس تبقى واقعيين زي اللي هو عماد، يعني يكون واضح وصريح مع نفسه ومع الاخرين. القوانين دي يا جماعه مش شغاله اصلا، مش مفعله، مش مفعله اساسا. ولو مفعله لفت النظر لنقطه مهمه جدا، قانون الخدمه المدنيه مثلا لما فيش اي تغيير اقرار طبعا. احنا لو خدنا كلام المتحمس الكبير اللي هيقول، سمعنا عن اي مدير؟ احنا سمعنا عن ناس خرجت فساد، لكن هل سمعنا عن اي مدير خرج او بلاش مدير يعني كبير، مش عايز محافظ يعني مدير اداره تعليميه خرج مثلا لانه غير كفء؟ ما خالص. هل حصل عبر الجهاز الاداري الكبير ده، هل حصل اي نوع من انواع الاختبارات يشوف مين كويس مين شغال؟ هل حصل تدريب وتطوير؟ ما فيش. انت عملت قانون شكله كويس، عمل صدى سياسي لا باس به، قدم الرئيس بشكل كويس انه الرئيس اللي هيكهرب الاجهزه بتاعت الدوله بس ساعات التطبيق العملي بقى مفيش حاجه من ده حصل. دي دايما المشكله دايما اللي بتكمن يعني في التفاصيل، انه ممكن يكون الكلام شكله حلو جدا لما تاخده وتنزل بيه الارض ما يعملش اي نتائج. هنروح لفصل صغير وهنرجع نكمل باقي فقرات برنامجنا. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أصدرت تقرير مهم بخصوص التهم الفضفاضة اللي بيتم توجيهها للمتهمين السياسيين بشكل خاص، زي مثلا التهم اللي أو دايما المتهم بيسأل والمحامي بيسأل إيه هي الجماعة المحظورة أو إيه هي الجماعة اللي أسست على خلاف القانون اللي أنا متهم بالانتماء ليها. لازم تقول لي أنت متهم بالانضمام لجماعة سين أو صاد أو عين عشان أقدر أقول لك أنا بنتمي بيها ولا لأ. طيب إيه هي الأعمال اللي بروج لها أو اللي بحرض عليها؟ طب ايه هي الاخبار الكاذبه اللي انا نشرتها؟ لكن دايما مش بتكون في اجابه، ودايما بيكون القرار الحبس على زم التحقيقات او تجديد الحبس بناء على التهم دي اللي هي مش مفهومه اصلا ومش واضحه لا للمتهم ولا للمحامين اللي بيشتغلوا على القضيه عشان يقدروا يقدموا دفاعهم. علشان اتكلم عن دفاعي لازم في الاول تقول لي ايه التهمه بوضوح، فانا ارد عليك دفاعي بوضوح، لكن طول ما انا مش عارف التهمه صعب قوي اتكلم عن الدفاع. التقرير او ورقه الموقف دي اختصرت المشهد في انه المواطن بقى بيتحول لسجين لحين تحديد الاتهام. انت سجين لحد ما نلاقي لك تهمه، وهي الورقه المهمه اللي عدها المحامي كريم عبد الراضي اللي معانا الان عبر الهاتف. برحب بيك يا استاذ كريم. اهلا انا مرحبا بيك. اهلا بيك. يعني طبعا انت لفت نظر لجزء مهم جدا طول الوقت بنتكلم عنه دلوقتي وطول الوقت المحامين بيشتكوا منه، هو انه انا ما اعرفش تهمه ايه. ايه هذا الغموض اللي محيط بكتير جدا من القضايا اللي بيتم نظرها في الفتره الاخيره، انه المحامين والمتهم مش عارف ايه هي التهمه عشان يقدر يقدم دفاعه؟ بالظبط. هو بقى شائع جدا في القضايا وخصوصا اللي ليها طابع سياسي او اللي هي متعلقه بالشان العام، بقى شائع جدا ان يتم توجيه تهم فضفاضه ومرنه ومش محدده للصحفيين او النشطاء، زي التهم اللي انت لسه ذاكرها نشر اخبار كاذبه او انضمام لجماعه محظوره وغيرها من الاتهامات الفضفاضه، من غير ما تتحدد ايه هي الجماعه او ايه هي الاخبار او ايه هي الافعال نفسها اللي مكونه للجريمه. وده مخالف تماما للتشريعات اساسا والقوانين، سواء قانون العقوبات او قانون الاجراءات اللي كان واضح وصريح انه لازم لكي تتم الجريمه اساسا ان يكون في ركن مادي وركن معنوي للجريمه، في ركنين ليها، الركنين دول بيتاسسوا على ضروره ان يكون في علم للمتهم بالجريمه اللي هو بيرتكبها وبان القانون معاقب عليها. فما بالك لما بتتوجه التهمه من الاساس من غير ما تتبين ايه هي الجماعه، ايه هي الجماعه المحظوره. وده بيكون مبرر للاسف ان يتم حبس المتهمين لسنين. عندنا اسماعيل اسكندراني تجاوز السنتين، عندنا هشام جعفر تجاوز السنتين،
عندنا كمان صحفيين جدد يضيفوا للقائمه زي معتز ودنان اللي اجرى الحوار مع هشام جنينه ومحبوس احتياطي من غير ما يعرف ايه هي الاخبار الكاذبه او ايه هي الجماعه اللي هو منضم بيها للاسف. وكمان الاكثر من ذلك بقى ان بيكون الدليل الوحيد اللي بيتم الاستناد ليه في توجيه الاتهام هو تحريات الامن الوطني. علشان كده احنا كنا بنقول وبنحذر من ان الحبس الاحتياطي يتحول لاعتقال اداري بمثابه اعتقال بقرار من جهاز امني، لان في النهايه مجري التحريات هو جهاز امني، فلو عنده خصومه سياسيه مع حد او لو هو عايز يتخلص من القسم السياسي هيوجه له اتهام، هيعمل تحريات، هيوديه النيابه، هيتحرس بالتحريات، ده كمان مخالف لاحكام من غير احراز بقى، من غير ادله، من غير اي شيء، كفايه محضر التحريات وهو بيتم التقييم على اساسه. بالظبط، وده مخالف لاحكام محكمه النقض. الاكثر من ذلك برضو ان احنا في كل القضايا اللي بنشتغل فيها امام نيابه امن الدوله محرومين من الاطلاع على اوراق القضيه. يعني بنشتغل من غير ما نبقى عارفين ايه هي الجماعه، ومن غير ما نبقى عارفين ايه هي الافعال المكونه للجريمه، ومن غير ما نبقى عارفين ايه الورق، ايه الادله المقدمه، وبنتبلغ شفهيا ان هي التحريات. كتير من الناس ومن المتهمين بيتقال لهم بشكل واضح التحريات شغاله، احنا بنعمل تحريات وفي تحقيقات بتتم، تطلعوا ابرياء فتخرجوا. لا، طب ما هو الاصل في الانسان انك ما تقبضش عليه اصلا غير لما يكون عندك الادله اللي تخليك يبقى عندك الحق انك تقبض عليه. بالظبط، بريء ويتمتع بكامل حريته لحد ما يبقى عندك ادله. يعني التحقيقات دي اللي هي هتثبت الشخص بريء او مدان تبقى تتم الاول، وتبقى الادله تتجمع الاول، وبعد كده يبقى نقبض عليه اذا كان مدان، مش يتقبض عليه الاول وبعد كده يتم جمع الادله. علشان كده لازم يبقى فيه تدخل من النائب العام، لان ده بيشكل خطر على مرفق العداله بشكل كامل. لازم يبقى فيه اليات كمان لمراجعه الامور دي ومراجعه قرارات النيابه المتعلقه بالحبس الاحتياطي وتفعيلها كمان. لازم النيابه تلتزم بتطبيق القانون، لان هو ده اساسا دورها الاساسي، يبقى فيه اليه لمراقبه التزام النيابه بتطبيق القانون، لان في حالات كتير جدا ده بيحصل وما عندناش اليه ان احنا نقدر نواجه ده من الناحيه القانونيه. بنقدم شكاوى، بنقدم بلاغات، ما بيتمش الرد عليها، ما بيتمش التحقيق فيها، سواء للنيابات، لبعض النيابات اللي بتقوم بممارسات زي دي، او للنائب العام، ما بيتمش اتخاذ اي اجراء او قرار فيها يعني. تمام. كريم عبد الراضي، المحامي في الشبكه العربيه لمنع حقوق الانسان، شكرا جزيلا، وشكرا ايضا على مجهودك. بس احمد، دايما كنا بنسمع في الافلام، في الاخبار اللي بنشوفها الجرايد، انه دايما الشك بيفصل لصالح المتهم، انه كون ما فيش دليل فده معناه انك ما فيش مبرر لوجودك قيد الحبس. ليه ده ما عادش موجود دلوقتي؟ يعني ايه اللي اتغير؟ يعني اللي اتغير انه بقى في دوله اركانها الرئيسيه هي الخوف والجهل. دوله الخوف والجهل مش هتقدر تطلع قرار باعتقال احمد سميح كده، لانه ضد الخوف والجهل، فلازم تدي مبررات قانونيه تملى بيها الاوراق اللي على اساسها هيتم بقى سلسله من الاجراءات الاداريه، من اول حبسه للتحقيق معاه للذهاب للسجن. الهدف الرئيسي هو انه في اشخاص معينه تعتقد الدوله ان مجرد وجودهم بحريه كافي جدا لان هم يؤثروا على امنها وسلامتها. وفي ترسانه كبيره من القوانين من قبل ما البرلمان ده يكون موجود. الرئيس لوحده اصدر اكثر من 350 قانون في الفتره اللي قبل الانتخابات البرلمانيه، صدق عليها البرلمان تصديقا كاملا بدون مراجعات. الترسانة دي كاملة مكملة، يعني كافية جدا جدا لا تاخد أي مواطن مصري بدون محضر تحريات، من غير أدلة، من غير أي شيء، وتحبسه لمدة مفتوحة كمان. بس ده مقصود. يعني هو القصد مش بس أنك أنت تقبض على أحمد سميح، لا، أنت المقصود هو أنه الآخرين يعرفوا أنه دولة الخوف والجهل قادرة بدون مجهود كبير، بدون حتى لو معاك محامين كبار، انها تحطك ورا الحبس. بعد مرحله معينه، التجربه بتاعت دوله الخوف والجهل دي اتجربت في العالم كله، في دول كتير
عملت التكنيك ده من روسيا القيصرية لغاية كوريا الشمالية. كوريا الشمالية بدأت تتجه يعني اتجاه مختلف. النتيجة انه بعد سنين من العذاب والمعاناة لكل الأطراف الدولة بتكتشف انه مش دي الوسيلة لانه بعد مرحلة معينة لما بتحبس أعداد معينة أو لما حتى الناس بتتعود على الحبس أو المنع من السفر القيمة الفكرة بتاعت الخوف بتفقد معناها بشكل رئيسي. عشان كده بقى هو شغال دلوقتي في دولة الجهل كمان، يعني هو محتاج يصنع رأي عام ما هواش مبني على معلومات كاملة، ما هواش مبني على وجهات نظر مختلفة، فيبقى من السهولة أو من الإمكان إنه يقول لا إحنا مثلا هنعمل القانون ده عشان نحافظ على الأمن القومي للمصريين. وبناء عليه بما إنه مفيش حد بيناقش الفكرة دي بشكل عميق هيبقى من السهل في اعتقاد طبعا اللي بيدير البلد بالشكل ده هيبقى من السهل عليه إنه يقنع المصريين بالحكاية دي. برضو نفس الحكاية تمام، أشياء بتودي لنتائج واحدة إنه الناس مع الوقت مسألة الأمن القومي بتفقد مصداقيتها ومعناها. تمام. طيب يعني إحنا هننتقل لموضوع هو إيه آخر، تقرير مهم أيضا لمنظمة العفو الدولية بتتكلم فيه بقى عن جزء آخر وهو الحبس الانفرادي اللي بقى هو شخص في حد ذاته يعني أحد أدوات التعذيب اللي بيتم استخدامها مؤخرا، لكن هنروح لفاصل ونرجع نفتح هذا الموضوع. أهلا بكم مرة تانية في بتوقيت مصر. في بحث جديد أجرته منظمة العفو الدولية كشف أن في سجناء بتهم ذات دوافع سياسية بيتم احتجازهم في الحبس الانفرادي المطول واللي بيوصل في بعض الحالات أو وصل بالفعل في بعض الحالات إلى عدة سنوات. ده الأمر اللي اعتبرته المنظمة نوع من أنواع التعذيب، لأن السجناء بيفضلوا محبوسين في زنازينهم حوالي 24 ساعة يعني يوميا على مدى أسابيع وربما شهور وربما سنين، وبيحرموا من أي تواصل واتصال إنساني، وبيجبروا على البقاء في ظروف صعبة جدا داخل الزنازين. تعالوا نشوف تقرير عن هذا البحث ونرجع نتكلم. سحق الإنسانية، إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية. تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اتهمت فيه النظام المصري باستخدام الحبس الانفرادي المطول لعشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء جماعات المعارضة في ظروف مروعة. المنظمة فحصت الأوضاع في 14 سجنا بسبع محافظات مختلفة، كانت قوات الأمن قد ألقت القبض فيها على آلاف الأشخاص بتهم ذات دوافع سياسية كما أشارت بتقريرها. المنظمة قالت أن السجناء في الحبس الانفرادي يتعرضون للضرب لفترات طويلة ولنقص الطعام والإذلال ولتقييد الحركة بشكل متواصل على مدى سنوات. وأضاف التقرير أن هناك سجناء قد تم الزج بالكثير منهم في السجون استنادا إلى تهم ملفقة، ويتم حبسهم انفراديا لإجبارهم على الإدلاء باعترافات أو لمعاقبتهم لاحتجاجهم على المعاملة السيئة من مسؤولي السجون. التقرير أوضح أن الجهات الأمنية تستخدم الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب تأديبي للسجناء الذين يشتكون من سوء المعاملة، وكذلك من يضبطونهم يحاولون إرسال خطابات إلى ذويهم تظهر الظروف السيئة في السجن. وبحسب المنظمة فهناك لا مبالاة كاملة من جانب السلطات المصرية في تطبيق الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير مسمى، وهو من شأنه التسبب في معاناة نفسية للسجناء الذين يعاقبون بسبب توجهاتهم السياسية. السلطات المصرية ردت على تقرير منظمة العفو حيث نفت فيه استخدام الحبس الانفرادي المطول على نطاق واسع. هذا الرد وفقا للمنظمة يدل على أن الإشراف القضائي على السجون المصرية وكذلك مراقبة وضع حقوق الإنسان فيها ليس كافيين. كما اتهمت المنظمة النيابة بالتقاعس عن التفتيش على السجون بصفة منتظمة، ما يسهم في التدني الكبير لحماية السجناء من مسؤولي السجون والذين بحسب المنظمة ينتهكون حقوق السجناء ويظلون بمن أنتام عن المساءلة والعقاب.
بنجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ احمد سميح مدير مركز اندلس لدراسات التسامح ومناضده العنف. اهلا بك استاذ احمد. ايضا انضم الينا عبر الاقمار الصناعيه من تونس حسين البيومي مدير الحملات بمنظمه العفو الدوليه. حسين يعني خلينا ابدا معاك بسؤال حول الاليه اللي تم اجراء التقرير بناء عليها، لانه معروف انه في مثل هذه الانواع من التقارير مش بيكون في تعاون من الجهات المختصة في الدولة مع المنظمة أو غيرها من المنظمات، يعني في صعوبة في عمل المنظمات داخل مصر، فإيه الآلية اللي اعتمد التقرير عليها عشان يوصل بنتائج إلى أفضل نتيجة ممكنة في ظل هذه الظروف؟ مساء الخير، أهلا بك وأهلا بأستاذ أحمد. بالنسبة للمنهجية اللي اعتمدنا عليها، فإحنا وثقنا مع 36 حالة، وثقنا التوثيق طبعا شمل بعض المسجونين السابقين في الحبس الانفرادي، التوثيق شمل اهالي محبوسين في الحبس الانفرادي حاليا، محامين لاعداد المحبوسين في الحبس الانفرادي في الوقت الحالي. وقمنا براجعه القانون المصري طبعا، ومقارنه حاله المسجونين في الحبس الانفرادي حاليا بالقانون المصري، وخلصنا إلى نتيجة أن الحبس الانفرادي في مصر قد يرقى للتعذيب في بعض الحالات، وهو بشكل عام يتم استعماله بهدف معاقبة النشطاء من أو المعارضين السياسيين، من بداية من حركات المعارضة مثل 6 أبريل وصولا إلى جماعة الإخوان المسلمين. طيب في القانون المصري، حضرتك بتقول إنك طلعتوا على القانون المصري وبيقول إيه في هذه الحالات؟ في بعض الحالات اللي بيقر فيها القانون المصري اللجوء إلى عقوبة الحبس الانفرادي، إيه هي الحالات اللي بيحددها القانون وإلى أي مدى بتنطبق على الحالات اللي رصدتوها؟ تمام، هو القانون المصري فيه يعني بشكل عام بيصف ان الحبس الانفرادي هو عقاب، يعني عندما يرتكب شخص او عندما يرتكب مسجون خطأ ما يخالف سلوك السجن او السلوك الموضوع للسجن، ولكن نجد ان استعمال السلطات المصريه في مصر للحبس الانفرادي يخرج تماما عن نطاق القانون. فمثلا القانون بيحد من المده التي يمكن حبس فيها شخص الحبس الانفرادي، ولكن نجد ان شخص مثل احمد دوما هو مسجون في حبس انفرادي منذ اكثر من 4 سنين، كما ان القانون ينص على ان المعامله في الحبس الانفرادي يعني ليست اقل، فمثلا ينص على وجوب رعايه طبيه، ولكن هذا ليس غير موجود في حاله مثل الصحفي هشام جعفر. ونجد ايضا ان الزنازين في الحبس الانفرادي يعني هي سيئة جدا وليست غير إنسانية تماما، يعني وليس بها أقل الأساسيات، فنجد أن هناك حرمان تام من أي معاملة إنسانية في بعض الحالات إلى 24 ساعة في حالة مثلا علا القرضاوي، فهي مثلا محبوسة في زنزانتها لمدة 24 ساعة ولا تخرج إلا 5 دقائق من أجل استعمال حمام. طيب استاذ حسين بيومي، هستاذنك تبقى معي، انتقل للاستاذ احمد سميح معايا في الاستوديو. استاذ احمد، زي ما اتكلمنا قبل الفاصل عن الحبس الاحتياطي اللي تحول لعقوبه، التهم الفضفاضه اللي تحولت ايضا لعقوبه لمن لم يرتكب جريمه، فاحنا بنتكلم ايضا عن الحبس الانفرادي اللي تحول هو الاخر الى عقوبه مش بتراعي حتى القواعد المنظمه ليها في القانون. خلينا بس نقول حاجه مهمه قوي للمشاهد المصري او العربي، المنظمة بتاعت العفو الدولية دي منظمة مبنية على العضوية، صعب جدا انك تتهمها انها منظمة سياسية او ليها اغراض سياسية، دي فيها 7 مليون عضو عبر العالم. تمويلها جاي اغلبه جاي من اشتراكات الاعضاء دول ومساهماتهم المختلفة عشان تطور المنظمة. يعني التقرير ده ما بيتكلمش عن حسين بيومي، مش اللي عامله حسين بيومي، اللي عاملاه في 7 مليون بني آدم حول العالم موافقين على محتوى هذا التقرير. التقرير اللي خلى الحكومة ترد، لأن احنا شفنا في حالات كتير جدا الحكومة لا تلقي بالا لأي تقارير دولية، لكن المرة دي الحكومة حتى لو نفت لكنها تعاملت وتعاطت مع التقرير. صحيح، لكن المشكلة الأساسية في تعامل الحكومة أن التقرير بيوثق 36 حالة، ما بيوثقش آلاف الحالات. بالاسم، بالتاريخ، بالسن، بكل المعلومات الأساسية، اللي سهل ترد بقى فالمفروض ترد انت بقى على الحالة رقم 1 لغاية الحالة 36. لا، اللي عملته الدولة غير كده خالص، هي الدولة ردت بشكل عام تماما على الأوضاع العامة في السجون، ويعني
على حسب ما فهمت من التقرير يعني كانت تقريبا بتدعو الناس انها تعمل جولات سياحيه في السجون المصريه بدل ما الناس تروح شرم الشيخ والغردقه. ف يعني التقرير بيبتدي بيستهل بيه كلمه او يعني شهاده من احد الاصدقاء يعني اقرب الى فيلم امير الانتقام بتاع انور وجدي. يعني حاجات يعني الهدف مش التعذيب للحصول على معلومه لا ده الموضوع مبني على فكره الاهانه والعبث العبث النفسي في نفسيه المتهم نفسه او الشخص القابع في الحبس ده. التقرير القانون المصري التقرير بيعمل مقارنه ما بين الاتفاقيات الدوليه او الامم المتحده بتقول عليه او مسمياه اتفاقيه او فكره نيلسون مانديلا لانه نيلسون مانديلا كان مشهور ان هو حبس احتياطيا لسنوات عديده فاسف حبس انفراديا لسنوات عديده والامم المتحده بتقول ان هو الحبس الانفرادي ده شيء سيء جدا جدا لكن لو حدث يجب ان يكون هناك قواعد زمنيه معينه في ظروف حبس معينه لا تزيد اكثر من عن 15 يوم. الحكومه المصريه عدلت القانون وخلته شهر بالقانون ودت صلاحيه للمسؤولين في السجون المصريه انها توصله لست شهور ثم تجدد. زي الطوارئ كده ممكن تطلعه 5 أيام وترجعه الحبس الانفرادي من جديد وكانه قرار جديد. الحاجه الثانيه المهمه جدا بقى هي الامم المتحده بتتكلم عن تريض طبعا وسائل استخدام الانسانيه الطبيعيه زي استخدام الحمام مثلا. دي مساله اصبحت زي وجود مثلا اماكن للنوم مكان للنوم في الغرفه اللي فيها الحبس الانفرادي دي زي حجمها زي وصول الاضاءه وال يعني ليها معايير حتى ليها لو قابلته في حالات ضيقه ومحدوده فعلى الاقل في معايير يجب ان تراعى. المعايير دي بقى الحكومه المصريه لا تتحدث عنها تماما. تمام. طيب خليني ارجع مره ثانيه للاستاذ حسين البيومي. استاذ حسين يعني هل من حق منظمه العفو ان هي تطلب مثلا بما انها تلقت رد من الحكومه انه هذا الامر غير صحيح، هل من حق منظمه العفو ان هي تطلب زياره السجون المصريه تحاول تشوف الامور بشكل اقرب على الارض؟ يعني نحن لم نطلب زياره السكون في مصر، ولكن بما انك ذكرت الرد فاحب ان اشير لعده نقط بصراحه في الرد، لان يعني يبدو ان السلطات المصريه بذلت مجهود كبير في الرد ولكنها في الحقيقه لم ترد، ولكن كل كان تركيزها الاساسي هو نفي تماما وجود الحبس الانفرادي عن طريق الاشاره اليه او اعاده تسميته بشكل اخر وهو غرف فردية تحت شديدة الحراسة، ولكن تجاهلوا تماما أن هذه الغرف شديدة الحراسة هي يعني هي أسوأ من تعريف الحبس الانفرادي طبقا لقواعد مانديلا. فبالإضافة إلى ذلك هم اعترفوا يعني السلطات المصرية اعترفت ضمنيا في التقرير بوجود الحبس الانفرادي عندما لم تنفي تماما ممارسة الحبس الانفرادي وفقط اكتفت بتغيير اسمه أو الإشارة أن هذا أنه طبقا للقانون المصري هذا لا يسمى بالحبس الانفرادي. كما ان في ردها فهم يعني تجنبوا الرد على اغلب او اغلب المشاكل او اغلب هل ردوا على حالات بعينها زي ما الاستاذ احمد كان بيقول يعني هل مسكت حالات معينه من اللي تضمنها التقرير وقالت لا في الحاله دي الوضع هكذا وكذلك، ولا كان ردود عامه على القضيه ككل؟ يعني هو في الاغلب ردود عامه وركزوا طبعا على نقطه التعريف الحبس الانفرادي ولكن اشاروا الى عده حالات وفي اشارتهم فهم لم ينفوا اغلب ما ذكرناه ولكن كان تركيزهم على نقاط صغيره جدا وبمراجعتها تم يعني اكتشفنا ان في الحقيقه النقاط التي قالوا عليها ذكروها غير صحيحه. فمثلا في احدى الحالات التي قلنا انه ممنوع من استعمال الكانتين فهم قالوا فكان رد الحكومه المصريه او كان رد السلطات المصريه انه لديه حساب في الكانتين.
ولكن احنا بعد ان كنا بتوثيق الحاله مره اخرى فاكتشفنا ان الكانتين مغلق اصلا في العقرب من فتره طويله جدا. كانتين اصلا. فكانت هذه اغلب يعني فده كان اغلب الرد يعني بشكل عام على اللي كان خارج من السلطات المصريه. وفي نقطه اخرى في التقرير في رد السلطات المصريه، وهي ان في العام الماضي قاموا ب 15 زياره ل 15 سجن. تمام. ولكن اذا نظرنا ان في مصر ما لا يقل عن 183 سجن، فيعني فهذا رد غير مقنع تماما يعني. هذا ليس ردا. تمام. اشكرك شكرا جزيلا عبد الأقمار الصناعية من تونس. كنت معي حسين البيومي مدير الحملات بمنظمة العفو الدولية مصر، وأيضا بشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ أحمد سميح مدير مركز أندلس للدراسات التسامح ومناهضة العنف. شكرا جزيلا أستاذ أحمد على مشاركتك معي النهاردة في بتوقيت مصر، والشكر موصول لكم طبعا ودايما أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. استنونا قبل ساعة من الوقت بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. حد ما نشوفكم، تصبحوا على ألف خير.